في صحيح مسلم قال عبد الله ابن سرجس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر وذكر دعاء ومن ضمن هذا الدعاء كان يقول أعوذ من الحور بعد الكور. ما معنى هذا الدعاء؟ كلمة الحور في اللغة الرجوع، ولذلك الكافر الذي ينكر البعث كما ذكر عز وجل إنه ظن أن لن يحور، يعني ظن أنه لن يرجع، فحار بمعنى رجع. الكور هو اللف، مأخوذ من لف العمامة على الرأس حتى تستقر وتثبت، ولذلك قال عز وجل عن الشمس في يوم القيامة إذا الشمس كورت أي لفت ثم ألقيت في النار. إذن معنى هذا الحديث أن العبد يستعيذ بالله عز وجل من أن يرجع من الزيادة إلى النقصان، ولذلك على العبد أن يفتقر إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين، يقول يوسف عليه السلام انظر إلى حاله لما كادته النسوة وهو بشر، ماذا قال؟ لجأ إلى الله، وإلا تصرف عني كيدهن. يقول عرف أنه فقيه وأن حوله وقوته لن ينجو بهما، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال ابن القيم رحمه الله فمتى ما ركن العبد إلى صبره أو إلى حالته أو إلى عبادته أو إلى عفته فقد تخلت عنه عصمة الله وضرب بالخذلان. ولذلك يقول رحمه الله ولذلك قال الله عز وجل لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولذلك قال رحمه الله كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الخذلان أن يدعك الله وأن يخلي الله عز وجل بينك وبين نفسك